activity was slide. فكرة المراوعة لا، عشان كل فرقة حافظة الطريقة وكل فرقة ليها طبقتها، فما يعرفوش يقولوا مع بعض. فجاء الأستاذ راغب مفتاح، الأستاذ الدكتور راغب مفتاح،
وعمل مجهود كبير في تجميع الألحان، في اختيار المعلم اللي يسلم باقي المعلمين الألحان، تدريس خورس عشان يسجل بيه الألحان بحيث انها تبقى موحدة. ولما نسمع صوت الخورس هنعرف يعني ايه خورس، يعني خورس معهد الدراسات القبطية تحت إشراف دكتور راغب مفتاح كان ممكن يقعد 3 أيام يعيد في هو اللحن هو هو. لو احنا بنعمل كورال ولا حاجة النهاردة يعني هما ساعتين وخلاص، مش هنقعد أكتر من كده، لكن ده كان هو يقعد 3 أيام وأربع أيام وممكن أسبوع وما يعجبوش اللحن يعيد تاني ويوقف الناس قدامه كده، يوقف الخورس عيده تاني يسمعوه له كده كويس، لا عيده تاني مش عاجبني، لحد ما يوصل لمرحلة يقول كده من الكمال اللحني ان هو يعني اللي يسمع الخورس يحس ان شخص واحد اللي بيقول، لا حد بيطلع ولا حد بينزل ولا حد بينشز. فطبعا لان السيد المسيح قال اكرم الذين يكرمونني، فاحنا النهارده هنتعرف على قصه دكتور راجل مفتاح اللي لولاه كانت بقت الكنيسه النهارده او على مستوى الكرازه كلها بقى كل واحد بيقول اللحن بشكل مختلف. ف الحته اللي هو عملها دي كانت مهمه جدا في تثبيت التراث وتسجيل التراث، وهو ضحى باموال كتيره من عنده لما نتابع قصته، لدرجه انه في الاخر كان بيركب الاتوبيس، يعني واحد كان من عيله غنيه وضحى بكل حاجه في سبيل الحفاظ على الالحان القبطيه وتجميعها من جميع انحاء القطر المصري. تاريخ عائله الدكتور راغب مفتاح، ينتمي اصل هذه العائله الى مؤسسه المرحوم رافائيل مفتاح الذي عاش في اوائل القرن السابع عشر وكان من اعيان مصر المرموقين، ويدل على ذلك ما جاء بمخطوط رقم 7 مقدسه للمتحف القبطي المؤرخه 30 برمهات 1329 شهداء 1613 ميلاديه، والتي كان قد اهداها المعلم رافائيل للمتحف القبطي. وهذه المخطوطه تحتوي على الاربع بشائر، يعني انا بعد ما نتكلم هنتفرج على الصور بقى اكتر بشكل اكتر، انا حاطط هنا نموذج بس، لكن ده كده شكل المخطوط من بره. وهذه المخطوطه تحتوي على الاربع بشائر باللغه العربيه بمقدمه مع العشر قوانين وشهادات من العتيقه العهد القديم يعني، وفي اول كل بشاره مقدمه وبيان للفصول ومضمونها، وقد ورطت بالورقه الاخيره من هذه المخطوط العباره الاتيه. في شرح للمخطوط بيقول المخطوطة مجدولة ومحلاة بلقة الذهب والألوان والفواصل بالمداد الأحمر، يعني كان فيها شغل جامد عشان يكتب الإنجيل، ما كانش بيكتب كده بالسهل، لا كان فيه اهتمام بإخراج النسخ الورقية أو النسخ الخطية بتاعت المخطوطات. هذا كتاب الإنجيل المجيد متى وماركوس ولوقا ويوحنا حول البشائر الأربعة، وفي طبعا شرح هنا ليه عشان ما نضيعش الوقت مش هنشرح المخطوط، لكن هنتكلم على جائل في المخطوط اللي هو يخص دكتور راغب. بيقول ايه؟ وكان المهتم بنسخ هذا المصحف الشريف، واحنا المصاحف كانت بتبقى حاجه مقدسه يعني مش حاجه، المصحف كان بيتقال على الكتاب المقدس. المصحف الشريف لنفسه السيد المولي الاجل الرئيس الفاضل النفيذ ذو العز المنيف والمحل الشريف في المثال الحسن المحب في الله والخائف منه الحافظ لأقواله الإلهية المرحوم الشفوق المتحنن على المساكين الفقراء والأيتام والأرامل، شوفوا كل ده مقدمة عشان يقول اسمه، الشماس المكرم والأرخن المبجل الموقر المحترم الشيخ الأمجدي سيدي رفائيل عين أعيان السادة المخاليم والمبشرين بالديار المصرية نجل المرحوم في الأحضان الإبراهيمية الشيخ المعلم مفتاح، يعني ده رأس العيلة. فالرب الإله القدوس يطيل في مدة السيد المخدوم المشار إليه وينفعه بما يتلى في هذا الكتاب المقدس ويزيده من نعمته ويرزقه نسلا طاهرا قريب غير بعيد، وده لأن اتحقق في النسل الصالح إن جه دكتور راغب من العيلة، ويسكنه الفردوس بعد طول الأجل بصلاة وشفاعات الست السيدة العذراء مرت مريم وسيدتنا الرسل الأطهار والشهداء والقدسين. ده واحد من اللي كانوا يعني لما بنرجع بتاريخ عائلة مفتاح فبنرجع لرافائيل مفتاح. وبعد هذا التاريخ هو 1630 لم نعثر في اي مخطوط عن اسم هذه العائله حتى يمر بنا الزمان الى القرن الثامن عشر، فنجد اسم احد افراد هذه العائله في الجزء السادس من كتاب الخطط التوفيقيه لمصر والقاهره تاليف علي باشا مبارك
التي طبع في عهد إسماعيل عام 1306 هلالية صفحة 72 عند كلامه عن الكنيسة المرقسية الكبرى والبطريرقية، إذ يقول: وكان آخر من أقيم ناظرا عليها في عهد البطريرك بطرس السابع، بطرس الجولي، معروف بطرس الجولي، جناب الوجيه يوسف أفندي جرجس مفتاح، ولد في الربع الأخير من الجيل السابع عشر من معتبر الأمة، وفي مدة نظارته جدد فيها إصلاحات مهمة، كما أنه ظل ناظرا عليها حتى عهد البابا كيريلوس الرابع. يبقى دي تاني شخصية من عيلة الدكتور راغب مفتاح. القمص بطرس جرجس مفتاح، وهو عم والد الدكتور راغب، وكان أحد رهبان دير الأنبا أنطونيوس، الذي كان عالما لاهوتيا زاهدا، قضى حياته في دير الملاك البحري، ثم ترك الدير وعكف على الدراسة والاطلاع في منزل العائلة بالأزبكية، وقد تميز بالنسك الحقيقي، فكان يضع على وجهه طرحة ويقضي الليل كله في الصلاة، كما أنه كان يوجد كل ألحان الكنيسة. يعني العيلة مش الدكتور راغب بس اللي كان مهتم بالألحان، لا، اللي قبليه كمان كانوا مهتمين بالألحان، ويمكن ده اللي حببه في الألحان، كما جاء على لسان المعلم خائيل: وقد خلف كتابا نفيسا في نظام الرهبنة والإصلاحات الكنسية، ورد فيه فصل كامل عن وجوب إنشاء كلية لاهوتية، وضع كل الدراسات والتفاصيل الخاصة بها، أبان فيه وجوب ترقية الإكليروس وفتح المدرسة الإكليريكية لتخرج رجال الدين، وأشار على أن لا يؤخذ أي كاهن من الشعب نظيرا قيامته بتأدية خدمة كنسية، كما أشار إلى إنشاء مجلس ملي للشعب القبطي، وأشار أيضا إلى تحريم زواج الكهل بزوجة صغيرة السن وغير ذلك من الإصلاحات التي يسعى إليها أقباط الآن. ولسوء الحظ فقد هذا الكتاب مع الكتب الأخرى التي ألفها، والتي كان من بينها تفسير البشائر الأربعة. وقد تنيح عام 1875، وبعد وفاته فتحت المدرسة الإكليريكية وتشكل المجلس الملي الأول، وكان حبشي بيك مفتاح والد دكتور راغب أحد أفراده. أنا معلش بقول لكم القصة عشان نقدر لما نتكلم عن الشخص نفسه نعرف قيمته قد إيه، وضحى قد إيه من أجل الكنيسة. فزي ما السيد المسيح قال: أكرم الذين يكرمونني، فدي أقل حاجة نقدمها، إن إحنا نتعرف عليه، نتعرف على حياته، ونتعرف على عائلته. عريان مفتاح ولد ببيت عائلة مفتاح بشارع القبيلة بجنينة مفتاح بالقاهرة عام 1826 ميلادية، وكان رحمه الله من كبار موظفي نظارة المالية، وهب كل حياته في خدمة الكنيسة القبطية. اشتهر بمعرفة اللغة القبطية وتدريسها، وبمعرفة الدين معرفة تامة، وقد عرف بعلامة اللغة القبطية، كما كان متبحرا في اللغة العربية، لذا فقد عهد إليه البابا كيريلوس الرابع بتدريسها بالمدارس القبطية التي أنشأها، وأيضا بوضع الكتب المناسبة لدراستها وتدريسها، ويعتبر بحق أول عالم نهض باللغة القبطية وردها إلى أصول نطقها السليم، وأول مؤسس لتدريسها في القرن التاسع عشر. فقد وقف الأستاذ عريان مفتاح وراء إحياء اللغة القبطية، إذ كانت في حالة تداعي وهبوط، فقام بوضع العديد من كتب القواعد والمفردات والحوار وما يقابل ذلك بالعربية، كما وضع كتاب قواعد اللغة القبطية وترجمه بالإنجليزية، وكتب أيضا جملة خطابات بالقبطية هي موضع إعجاب المتخصصون فيها. وفي السنوات الأخيرة قدرت مكتبة كونجرس الأمريكية إنها تعمل سكان بأجهزة متطورة للمخطوطات دي، وتنشرها على موقع المكتبة عشان الناس تستفيد منها. فطبعا ده كان إنجاز كبير، لأن الحاجات دي كانت يعني غير متاحة. وجدير بالذكر أنه تتلمذ على يديه 9 طلاب للتعمق والتخصص في دراسة اللغة القبطية، وكان من بينهم إقلاديوس بيك لبيب. وطبعا إقلاديوس لبيب من الناس المشهورة جدا في اللغة القبطية، الذي وضع أول قاموس قبطي في العصر الحديث، اعتمد عليه كثيرا من الباحثين القبطولوجيين في الخارج في الكشف عن أسرار هذه اللغة وقواعدها وأصواتها، كما أنه أول رجل علم اللغة القبطية في المدرسة الكبرى بمصر، وألف أجرومية فيها على النسق الغربي، وألف أيضا الإعراب. ولقد خلف لنا كتاب الدرة البهية في الأسرار الربية الإفخارستية، الذي طبع في عام 1603 للشهداء، وكتابا آخر في سر التجسد لم يتم طبعه، وتوفي عام 1886 ميلادية، كما ألف بالاشتراك مع القمص تكلة. القمص تكلة اللي هو كان يعتبر أستاذ 7 علمه المعلم خائيل، اللي هو يعتبر أقدم مصدر تسجيلي تراثي عندنا للألحان القبطية. بالإضافة لما سبق ذكره، فقد كان رحمه الله خطيبا وواعظا قديرا في الكنيسة المرقسية الكبرى وكنائس أخرى،
كما كان مدافعا غيورا عن العقيدة الأرثوذكسية. لو لاحظتوا في القصص الناس اللي أنا بقولها هتلاقي إن ما كانش واحد بيهتم بحاجة واحدة بس، لكن كان عالم في علوم الكنيسة كلها. يعني لما نقعد مع واحد مش حافظ ألحانه بس، ده حافظ ألحان وعارف عقيدة وعارف طقس وعارف تاريخ. فكان الناس بيهتموا بمعرفة تاريخ وعقيدة كنيستهم ويعلموها في بيوتهم، فيخرج الشخص متبحر في العلوم البحثية واللاهوتية الكنسية. يوسف جرجس مفتاح كان ناظرا للكنيسة المرقسية الكبرى في عهد البطريركين بطرس الجولي وكيرلس الرابع قبل الإصلاح، وبجهوده أنشأت مدرسة الأقباط الكبرى، وكما أنشأت في منزله في كلية الزراعة بجامعة بون تلبية لرغبة والده ليرعى الأراضي التي كان يمتلكها. وبالفعل حصل على بكالوريوس الزراعة، هذا بالإضافة لإتقانه اللغة الألمانية. يبقى دكتور راغب إنسان عارف، من عيلة مرموقة، يعرف اللغة القبطية، يعرف الألحان، درس العلوم الزراعية والهندسة الزراعية، اتعلم اللغة الإنجليزية من هو صغير وأضاف إليها اللغة الألمانية. بعد ذلك استهوته الألحان القبطية وبدأ الاهتمام بها، واستوقفته جزئية هامة، وهي أن الألحان القبطية غير مسجلة كتابة في نوتة موسيقية، وأنه يتم نقلها شفاهة من جيل لآخر. فبدأ مشواره لتسجيلها، وتفرغ أولا لدراسة الثقافة الموسيقية وتاريخ الموسيقى بأوروبا، وقد توجه إلى إنجلترا للبحث عن المخطوطات القبطية لدراستها في لندن وأكسفورد، ومكث هناك عاما، ثم سافر إلى باريس لمدة عام لمتابعة دراساته بالمكتبة الأهلية بباريس. وبهذا فقد أتيح له أن يطلع على الكثير من المخطوطات القبطية التي أمدته بالمعرفة في كل فروع العلوم الكنسية. معظم المخطوطات القبطية موجودة في مصر، لكن الأكثر منها اتهرب بره مصر. مكتبة الفاتيكان تحوي عدد كبير من المخطوطات القبطية، المكتبة الأهلية بباريس تحوي عدد كبير من المخطوطات القبطية. فكان على أي حد باحث إن غير المخطوطات اللي في مصر اللي يشوفها، إن لازم يشوف المخطوطات دي عشان يقدر يتعرف على تاريخ الكنيسة، وبالذات كتب الألحان عندنا نادرة، يعني قليلة، كتب ترتيب البيع قليلة، يعني حوالي 7 أو 8 كتب يسموا بترتيب البيع. في كتب بقى التانية اللي بتسمى ألحان وشغلات كل السنة. الفرق بين الاتنين إن الكتب اللي تعرف بترتيب البيع هي كتب الألحان بتاعتها مرتبة على القراءات. يعني أنا النهاردة بقول الإنجيل عن السامرية، فلاقي مرد الإنجيل يخص السامرية. أما الكتب الأخرى اللي تعرف بألحان وشغلات كل السنة، فهي كتب تحوي ألحان. يعني لحن النهاردة 21 في الشهر القبطي، فالست العذراء، فلاقي لحن للعذراء. عيد الملاك ميخائيل، ألاقي لحن الملاك ميخائيل، لكن ما بتبقاش ليها علاقة قوية بالقراءات. مخطوط مثلا يحوي ألحان قوانين الختام في الكنيسة، الأسبصمصات اللي بتتقال خلال السنة في الكنيسة، مخطوط مدايح بتتقال في الكنيسة. لكن مخطوطات ترتيب البيعة دي بتقول لي أعمل إيه كل يوم، يعني الطقس الكنسي بعمل فيه إيه، أقول جاءك إيه ولا جاءك تونك، مرد الإنجيل النهاردة، قانون ختام، كان فيه كل يوم قانون ختام. فمن هنا بترجع أهمية كتب ترتيب البيعة، لأن هي كانت النواة اللي اتعمل منها الخلاجي وخدمة الشماس والكتب اللي إحنا بنصلي بيها النهاردة. في عام 1927 كان قد أقيم حفل تكريم كبير في ركندة كيتيفال للأستاذ أرنست ليون سميث، الأستاذ بالأكاديمية الموسيقية الملكية بلندن، فور قدومه لمصر. وهناك تعرف عليه الدكتور راغب، حيث كان أحد أصدقاء دكتور راغب ونيولاند سميث، يعني في صديق مشترك بين الاثنين، يبحثان عن من يمول له مشروع تسجيل الألحان القبطية وتدوينها، مما جعل دكتور راغب يبدي رغبته في الإنفاق على هذا العمل العظيم. وبالفعل اتفق مع نيولاند سميث بعقد مكتوب أن يدون الألحان القبطية على النوتة الموسيقية، على أن تكون مصاريف سفره وإقامته خلال عمله بمصر في عوامة على النيل، كانت معروفة بالذهبية أو زينة البحرين، لمدة 7 شهور سنوياً في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية إبريل على نفقة دكتور راغب الخاص. كان ناس بتدور، كان في محاولات كتيرة سابقة. لما نيجي نتكلم عن المهتمين بالألحان القبطية هنعرف إن كتير حاولوا يدونوا الألحان القبطية، وكتير حاولوا يسجلوا الألحان القبطية، لكن كانت محاولات بتبتدي وتفشل بعد كده. لكن دكتور راغب لما حبيته للألحان أبدأ اهتمامه إنه مش مشكلة يصرف أي حاجة في سبيل تسجيل الألحان دي بدل ما تضيعه. ف
فهو كان هدفه تسجيلها، تدوينها، توحيدها. ثلاث حاجات: يسجل، يلف القطر المصري، يروح الأقصر، يروح أسوان، يروح أسيوط، أو الناس اللي جاية من هناك ياخد منهم الألحان ويبتدي يسجلها بصوت خورس. ليه خورس؟ عشان أما بيكون فرد واحد غصب عنه لو صوته حلو هيزود هزات، ولو صوته وحش أو مش عارف يجيب هزات هينقص هزات. لكن الخورس بيبقى الألحان بتاعته لو واحد جه يطلع ولا ينزل ما بينفعش، عشان يطلع خورس وصوت واحد هيبقى كلهم أدائهم مع بعض، محدش هينفع يزود حاجة أو ينقص حاجة. وقد استمر العمل في تدوين هذه الألحان من عام 1928 حتى عام 1936. 1928 حتى 1936 بمساعدة المعلم ميخائيل جرجس البتانوني. البتانوني طبعا نسبة لبلدة البتانون اللي كان منها المعلم ميخائيل، كبير مرتبي الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية. وقد انتهى العمل، طبعا الكنيسة المرقسية كانت هي المقر البابوي، يعني المعلم ميخائيل كان هو المعلم بتاع البابا، يعني زي المعلم إبراهيم النهاردة هو المعلم في الكاتدرائية، كان المعلم ميخائيل وقتها هو المعلم اللي ماسك ألحان الكاتدرائية. واللي بيمسك ألحان الكاتدرائية بيبقى ليه ميزة يتميز عن معلمين بقية الكنائس. ليه؟ لأن هو بيحضر مناسبات أكتر وبيتعرض لحاجات كتير. يعني مثلا أنا ممكن في كنيسة فين على فين لما يجيني أسقف، لكن أنا في الكاتدرائية ده أنا عندي أساقفة وعندي زيارات وعندي أساقفة من كنائس تانية وبطارقة من كنائس تانية، فبيبقى المعلم بتاع الكاتدرائية ملم بألحان كتير ومعرض ان هو لو غلطت انت محدش هيسيبك، انت في الكاتدرائيه فانت العين عليك، فلازم يكون معلم قوي، ما ينفعش يبقى معلم ضعيف مش حافظ الحان او مهزوز، ما ينفعش، لازم يكون معلم قوي. غير كده لازم يكون معلم يعرف يجيب طبقات، يعني الاصوات اللي بيصلوا مثلا في العيد لما نتبع العيد كده هتلاقوا ان الاساقفه بيختلف، كل واحد يقول قطعه، ازاي المعلم اللي بره يقدر الاسقف او الكاهن اللي بيصلي القطعه دي وطى الطبقه يوطى معاه، على الطبقه يعلى معاه، فما ينفعش يطلع المعلم ما يعرفش يقول طبقات، لازم يعرف يطلع وينزل بالطبقه بتاعته ويعرف يقول قبطي ويعرف يقول عربي ويعرف يجيب سرعات بسرعه. يعني قداسه البابا لما كان بيبقى تعبان في اخر ايامه، بابا شنوده لما كان بيبقى تعبان وبيسرع الخرس كان بيسرع معاه، ما ينفعش بقى هو يسرع واللي ورا او الخرس بيقولوا بالراحه. فطبعا دي بنسميها فن قيادة الليتورجية، ان اللي يقف بيقود. احنا في الكنيسة وفي القداس مشوار من الارض للسماء، فانت عايزك توصلني وكأني راكب اتوبيس او راكب حاجة من غير ما تقعد تهز فيا، ما تخرجنيش عن الجو الليتورجي او الجو الملائكي اللي انا عايش فيه. فعشان كده امبارح اتكلمنا ان ما ينفعش شماس يخرج بالطبقة او شماس، يعني انت كده بتؤذي الاذان عندي بتركيزي وان انا عمال ارتفع وفجاه واحد يجي ينزلني، كان احنا طالعين بطياره وفجاه قال لك هبوط اضطراري نزلنا. طب ليه هبوط اضطراري؟ ليه؟ نتيجه خطا حد. لا، احنا مش عايزين يبقى نتيجه خطا حد، عايزين نتلاشى ده عشان تبقى الرحله موفقه ونوصل في الاخر لبر السلام. وقد انتهى العمل بتسجيل 16 مجلدا اللي انتوا شايفينهم في الصوره دول، شايفين الدكتور راجب ماسك حاجه، دول 16 مجلد محفوظين في مكتبه الكونجرس الامريكيه، في نسخ منهم موجوده في القاهره كوبي منهم يعني، لكن الاصل موجود في مكتبه الكونجرس. بالاضافه لتسجيل كثير من الشرائط بصوت المعلم ميخائيل والخورس القديم، وقد انفق الدكتور راجب على الالحان القبطيه اموالا طائله حبا منه في الكنيسه، أكثر من 150 فدان من أجود الأراضي الزراعية. تخيلوا 150 فدان، بنتكلم في 1928 1936 قيمة كانت قد إيه؟ لكن هو ما كانش همه كل ده، ومش كمان اللي صرفه من أرضه، لا ده خد حاجات من العيلة بتاعته كمان عشان يكمل بيها الصرف أو الحاجة اللي ربنا اختاره الرسالة بتاعته إنه يؤديها، وهي حفاظ على الألحان القبطية وتسجيلها وتوحيدها وتدوينها.
وبالرغم من أهمية مدونات نيولاند سميث إلا أنه سجل اللحن الأساسي فقط دون التطرق إلى الزخارف الموسيقية المصاحبة له. أي حد بيقول لحن ويضيف من عنده زخارف حسب ما يعني ممكن أقول إيه مثلا أنا هنا بقول اللحن الأساسي بس، فكل واحد بإحساسه بيعمل زخارف للحن الزخارف دي تختلف من شخص إلى آخر، مش كل الناس الزخارف بتاعتها زي بعض، لكن لما أجي أسمع اللحن من ده وده وده هلاقي الأجزاء الأساسية في اللحن في الطلوع والنزول ونقص الارتكاز بتاعته في اللحن هلاقيها واحدة. إلا أنه سجل اللحن الأساسي فقط دون التطرق إلى الزخارف الموسيقية المصاحبة له، وتنقسم هذه الزخارف إلى جزئين أساسيين هما الزخارف التقليدية التي تشكل جزءا من اللحن نفسه، والزخارف الإضافية التي تعتمد على المرتل وأسلوبه الخاص وإمكانياته الصوتية وأداء حنجرته التي يطوع اللحن لها. ومع هذا فإن مدونات نيولاند سميث كانت أساسا لكل العلماء الذين اشتركوا في التدوين الموسيقي للألحان القبطية فيما بعد وحتى الآن. وبرغم أهمية تسجيلات نيولاند سميث إلا أنها فيها مشكلة. نيولاند سميث كان إنسان غربي، فلما أنت تجيب واحد غربي وتسمعه ألحان قبطية مش هيحس بيها قوي، وبعدين هو كان بيضرب على الأورج، فإحساسه بيها وتدوينه ليها اللي بيدرسوه النهاردة من الأقباط اللي فاهمين موسيقى بيقولوا تسجيلاته ملهاش قيمة أو تدويناته ملهاش قيمة، لكن بنقول إن ليها قيمة في حاجة تانية. ساعات في ألحان سجلها المعلم خائله فقدت مش لاقيينها، لكن ممكن نلاقي نيولاند سميث مدونها، فعلى الأقل نعرف لو اللحن ليه طريقتين المعلمين اللي موجودين حاليا مسجلينه بيها نعرف أنهي الطريقة اللي كانت مسلمة من قبل المعلم خائله. يعني التسجيلات أو التدوينات دي احنا لو استخدمناها دلوقتي هنلاقيها من غير قيمه، ملهاش قيمه، لكن كحاجه تراثيه اتعملت وكحاجه اقدر ارجع ليها لو ما لقيتش اللحن الاساسي مسجل يقدر يدلني هما كانوا ماشيين في اللحن ازاي. يعني في مثلا في ناس بتقول لحن مثلا تي اب ستوري، ممكن يقول تي اب زي سبيتي أناستاسيس دي زيها، لكن هو ممكن يسجل بطريقة تانية أو مسجل بطريقة تانية تي أبس طو أولي. طب أنا لقيت الاتنين مسجلين أيهما اللي كانت مسلمة من معلم خائيل؟ فهنا برجع للتدوينات بتاعت سميث، يا ترى هو كتبها إزاي؟ يعني أرجو إن أكون قدرت أوصل لكم أهمية المدونات. لكن لو انا كنت اعتمدت على تدوينات نيولاند سميث في نقل الالحان من الجيل يعني من الناس اللي سلموا الحان للنهارده وما عنديش تسجيلات صوتيه ما كنتش استفدت حاجه، ما كنتش عرفت اقول حاجه. فالاكثر اهميه هو التسجيلات الصوتيه اللي سجلها دكتور راغب اللي تعتبر اقدم تراث مسجل بنسمع فيه الموسيقى او الالحان القبطيه. سؤال اتفضل. عشان هو كان راجل شرقي او سوري غربي كان بيستخدم في التدوينات بتاعته الربع تون؟ لا ما كانش بيعرف يجيبه في التدوين نفسه. والنوتة نفسها بتاعت نيولاند سميث احتاجت يعني لما نخش في القصه احتاجت ان حد تاني يجي يفهم المدونات دي ويبتدي يعدل فيها، وده الكتاب اللي اصدرته الجامعه الامريكيه باسم القداس الباسيلي. بس اما نيجي نتكلم عليها نقول برضو ايه المشكله بتاعته يعني في التدريك، ولو في حاجه مش واضحه نقدر نوضحها بعد كده. وزي ما بنقول ان مدونات نيولاند سميث كانت اساسا لكل العلماء الذين اشتركوا في التدوين الموسيقي للالحان. في عام 1928 كانت بدايه اول مشروع لتدوين الموسيقى القبطيه،
احنا اتكلمنا هنا ان من 1928 1936 كان المشروع. هنبتدي ندقق شويه في المشروع كان عباره عن ايه، يعني ازاي اتعمل. كانت بدايه اول مشروع لتدوين الموسيقى القبطيه، حيث قام دكتور راغب بجمع المرتلين المشهورين من جميع انحاء البلاد، وبعد عده لقاءات عمليه مع كل واحد منهم وقع اختياره على المعلم ميخائيل جرجس البتانون، كبير مرتلي الكاتدرائيه المرقسيه الكبرى بكلود بي بالازبكيه، وذلك لجمال صوته. النقطه دي واحد يقول لي جمال صوته، انا سمعكم المعلم ميخائيل، هتقولي صوته ما يتسمعش. النقطه ان المعلم ميخائيل لما سجل كان كبير في السن ساعتها، ونقطه قلت عليها امبارح ان المعلمين ما كانوش عندهم مايكات، فكان هو بينحرف صوته، وكان بيقعد بالصبح لغايه بالليل بيسلم الحان، فكل ده اثر على الحنجره بتاعته. فلما جه سجل فهتلاقوا التسجيلات بتاعت المعلم ميخائيل كصوت يعني مش 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 حلو قوي، يعني مش الصوت الجميل، لكن هو كان صوته كويس، كان صوته حلو، لكن لما سجل هو كبير مع السن والمجهود اللي كان بيعمله فالتسجيلات طلعت بالصوت اللي احنا هنسمعه. ده للتوضيح عشان واحد يقول لي انا قريت ان المعلم ميخائيل صوته جميل وانا كنت سامعه قبل كده ده صوته سيء جدا، ازاي يعني؟ فده للتوضيح النقطه دي عشان نفهم اللي مكتوب واللي مسموع. وذلك لجمال صوته ودقه ادائه وضوح نبراته الصوتيه وقوتها. وكان المتبع في العمل ان يملي المعلم ميخائيل على الاستاذ سميث نيونا سميث مقطعا من الكلمه او اللحن فيدونه ويعيد قراءته، وهكذا تم تدوين اول عمل. يعني يقول له مثلا خين فران، نعيد تاني خين فران انتي، يبتدي يعيد له زي ما كان بيسلم لحن، ويبتدي ناس ميسي يشوف اللي دونه ده، زي النهارده لما حد بيكتب الالحان بالشورت بيقول اللحن ويكتبها يدونها ويعيد تاني ويدونها، خلاص كده تمام يقدر ان هو يسلمها. فده العمل تم كده، ان المعلم ميخائيل يقول اللحن كده ونيونا سميث يبتدي يدونه ويقول له عيده مره تاني، يدونه يشوف هو كده كاتبه. لو انا كواحد موسيقي قريته هقراه هطلع نفس الصوت اللي قاله لي المعلم ميخائيل ولا لا؟ تمام؟ هو ده العمل تم بالشكل ده. وهكذا تم تدوين اول عمل وهو مردات القداس الباسيلي الذي قام سميث باعاده تدوينه ثلاث مرات حتى تمكن ان ينفذ الى صميم اعماق الفن القبطي. طبعا ده من وجهه نظره ان هو كده يعني دونه اللي هيقراه يعني هيطلع كده القداس اللي احنا بنقوله النهارده. تمام؟ وبهذه الطريقه دون 16 مجلد في الفتره من 1928 1936 تشمل معظم طقوس الكنيسه القبطيه. وقد قامت مكتبة الكونجرس الأمريكية فيما بعد بضم هذه المجلدات في ثلاث مجلدات فقط. مكتبة الكونجرس تضم المجلدات دي وتطلعهم في ثلاث مجلدات وتعمل نسخ منهم تبعتها مصر. في منها نسخة موجودة في معهد الدراسات القبطية وفي نسخ موجودة مع بعض الأشخاص يعني اللي هم مهتمين بالموسيقى القبطية، وفي جامعة في فرنسا نشرت 16 مجلد وكان في بعض تدوينات ليونان سميث عندهم. فنشروا المجلدات دي وممكن على بكره لو لقيت النصوص يعني شكلها موجود معايا ممكن يعني ناخد فكره عنها او نشوف شكلها كان بيتم ازاي. واي حد طبعا منكم لو مهتم بالموسيقى ممكن ياخد نسخه منها عشان لو عايز يعمل دراسات عليها. يعني الهدف ان احنا عندنا ناس بتحب الحاجه بس مش لاقيه الحاجه. انا نفسي اعمل دراسه في الموسيقى بس مش لاقي مراجع. ف لو نقدر نساعد بمراجع او حد مهتم يقدر يطلع حاجه جديده دي حاجه بتنفع الكنيسه. في عام 1931 وفي منتصف هذا العمل التدوين الموسيقي هاجمه انصار التجديد الذين كانوا يطلقون على انفسهم حزب الاصلاح مقترحين عليه تاجيل العمل، وكان هدفهم من وراء ذلك ان يتعثر المشروع الذي كان قد شرع فيه. فلما فشلت هذه الوسيله اخذوا يشهرون به في المجتمعات المختلفه قائلين أنه يريد الإبقاء على القديم البالي. يعني كان في ناس دايما الكنيسة أو أي مجتمع بيبقى فيه رأي ورأي معارض. فهم قالوا أنت يعني هتبقى على القديم ده ليه؟ المفروض إن القديم ده يتجدد ويتغير، لكن كنيستنا أو الكنيسة القبطية هتلاقوا كده عاملة زي الشعب المصري. تحب يعني لما يبقى في حاجة تضيف لكن ما تسيبش القديم.
حصل ثورة في مصر وحصلت ثورة تانية، ما احتفلش بالثورة الجديدة وانسى القديمة، لا ازود على القديم. حصلت واحدة كمان او مزود على القديم واحتفل بالثلاثة والاربعة مع بعض. الكنيسة كده عندنا ألحان قديمة، لقينا حاجة جديدة او عثرنا على لحن او عثرنا على حاجة، ما نقولش لا سيب القديم وابتدي في الجديد، لا نضيفه للقديم اللي موجود عندنا لكن محتفظين بالقديم. ولما نتكلم على الناس اللي اهتموا بالألحان هنعرف ان كان من ضمن صفات الشعب المصري انهم لا يغيرون فيما تسلموه من ابائهم، يعني كل حاجه استلموها كانوا محتفظين بيها، ودي كانت قوه في الشعب المصري. يعني تخيلوا شعب كده دخلت عليه نابليون بونابرت بالحضاره الفرنسيه، خلاص هضم الحضاره الفرنسيه وقدر يتعامل معاها لكن ما خدش الثقافه الفرنسيه زي الجزائر ان كله بيتكلم فرنسي، ما قدرش ياثر في الشعب المصري بالشكل ده. الهكسوس دخلوا مصر حاولوا يحتلوه، استفاد منهم وطور العجلة الحربية اللي كانوا عاملينها وطرد الهكسوس في مصر، لكن فضل محتفظ بكيانه ووضعه. فده الشعب المصري أو الشعب القبطي القديم اللي هو كان عنده حضارة قوية وعنده تراث قوي صعب إن حد يأثر فيه. وده اللي بنقوله، أنا لما أكون حافظ ألحان الكنيسة وجوه الكنيسة صعب ان اتاثر باغاني العالم. فمن هنا بنقول من وانتم صغيرين زي القديس تيموثاوس ما قال كده او بولس الرسول قال عليه، لانك منذ الطفوليه تعرف الكتب المقدسه. لو انت منذ الطفوليه تعرف الالحان التي تحمل العقيده المقدسه فهتطلع انسان قوي، انسان ما تتاثرش باغاني وشهوات العالم. في شهر مايو من هذا العام 1931 سافر إلى إنجلترا مع الأستاذ نيولاند سميث، حيث قام بإلقاء ثلاث محاضرات في جامعة أكسفورد وكامبريدج ولندن. ففي محاضرة أكسفورد قام الأستاذ جريفيث تقديم المحاضرة بقوله: جرى العرف هنا في أكسفورد على أنه إذا شغلت ثلث مقاعد القاعة بالحاضرين تعتبر المحاضرة الملقاة ناجحة، أما في هذه المحاضرة وقد شغلت مقاعد القاعة كلها ووقف الناس في الروضة الخارجية فهي أكثر من ناجحة. وقد شهد هذه المحاضرة عالم المصريات الأستاذ بيلكمان والأستاذ كرام عالم القبطيات ومؤلف أكبر قاموس للغة القبطية في العالم ورئيس الآباء اليسوعيين وعالم النسبية الفيزيائي الألماني الشهير الدكتور ألبرت أينشتاين وغيرهم من كبار العلماء. كما كتبت مئات الجرائد في أوروبا وأمريكا ومصر والشرق الأقصى عن هذه المحاضرة وعن الموسيقى القبطية. وقد تصدرت مجلة جامعة أكسفورد الجملة الآتية: محاضرة عظيمة أضيفت إلى مجموعة محاضرات أكسفورد هذا الموسم. كما كتبت مقالات تصف الموسيقى القبطية بأنها موسيقى روحية على أعظم جانب من السمو وأنها كنز موسيقي عظيم. كما اهتم كاتبوها لا بتسجيل هذه المحاضرة في جرائدهم وحسب، وإنما أرسلوها لفروعهم في أمريكا وشمال أوروبا، بل إنها وصلت إلى الهند وهونغ كونغ. وقد نقل مراسل الصحافة الأجنبية والمصرية تعقيباتهم على هذه المحاضرة إلى أنحاء العالم واعترافهم بهذا الفن الموسيقي الصوتي الأصيل. في مؤتمر الموسيقى عام 1932 دعت الحكومة المصرية، المؤتمر ده كان بدعوة من الملك ساعتها وتوجه ل 29 دولة ووجهوا الدعوة للكنيسة. شوفوا سوى 29 دولة وجاء عند الكنيسة اعتبرها زي الدول دول، قدموا لها الدعوة ب قدموا 29 عالما من كبار المسلمين في العالم من المانيا والنمسا وفرنسا وانجلترا والمجر وغيرها من البلدان الى مؤتمر لدراسه الموسيقى الشرقيه للعمل على النهوض بها علميا. وقد حضرت الى هذا المؤتمر فرق موسيقيه من جميع بلاد الشرق الادنى. فعلى سبيل المثال حضرت من مصر وحدها 40 فرقه موسيقيه مختلفه تمثلت فيها انواع الالحان والاغاني المصريه الشعبيه. كما وجهت الحكومه الدعوه للدكتور راغب مفتاح ممثلا للكنيسه القبطيه الذي اشترك في هذا المؤتمر ببعض اسطوانات تحوي بعض من الالحان التي كان قد سجلها بصوت المعلم مخائيل، كما راس هو شخصيا لجنه التسجيلات في هذا المؤتمر، كان مشرف على لجنه التسجيلات. الاسطوانات ممكن نشوف صوره ليها، بتبقى لونها اسود وكان بيبقى ليها سرعات، يعني يقول لك كانت بتعملها شركه جرامافون ويقول لك اسطوانه سرعه 40 لفه او 42 لفه اسطوانه. الاسطوانات دي كانت بتبقى غاليه جدا والمكن بتاعها صعب ان يكون موجود عند حد، عشان كده المكن اللي كان جايبه دكتور راغب كان موجود عنده هو في الاذاعه مش موجود في حته تاني، صعب ان حد يجيبه.
فعشان كده بنقوله صرف اموال طائله للحفاظ على الموسيقى القبطيه. النقطه الثانيه، اهتمت الاوبرا المصريه بنقل كل اللي اتسجل في الوقت ده على شرايط كاسيت موجوده في الاوبرا. فالنهارده اللي قدمه دكتور راغب سنه 1932 على اسطوانات طبعا كانت مسجله قبل التاريخ ده بصوت المعلم مخاييل، موجود منها نسخه على شريط كاسيت ساعه ونص في دار الاوبرا المصريه، برضو اللي عايز يروح هناك يعمل دراسه على هذه التسجيلات. وقد شارك في هذا المؤتمر علماء كثيرون، منهم بيلا بارتوك الذي يطلق عليه بيتهوفن القرن العشرين، وايجون فيلز الذي فك رموز الموسيقى البيزنطيه القديمه، وهيرشر كليمنس رئيس الجمعيه الموسيقيه بباريس. وقد طلب هؤلاء العلماء الموسيقيون من الاستاذ راغب اقامه قداس في احدى الكنائس الاثريه، فوقع الاختيار على الكنيسه المعلقه بمنطقه مارجرجس بمصر القديمه، حيث قام بصلوات القداس القمص مرقس جرجس. وهنشوف قصة القمص مرقس جرجس وهنسمع صوته. أنا بحاول أعيشكم في التاريخ إزاي اتسجلت في الكنيسة الألحان القبطية اللي الكنيسة تعتبرها أقدم مرجع موجود دلوقتي مسجل، وقد إيه دكتور راغب تعب وقد إيه ضحى بحاجات كتير عشان يحافظ لنا على الألحان القبطية وتبقى في إيدينا النهاردة. وقدم ردات قداس المعلم مخائيل جرجس البتانوني، فتأثر الجميع تأثرا بالغا، حتى أن الأستاذ فيلز قال إيجون فيلز اللي حل مشكلة الموسيقى البيزنطية، وأقول لكم عشان برضه فاهمين هو يعني إيه حل مشكلة الموسيقى القبطية أو الموسيقى البيزنطية القديمة. الموسيقى كانت بتعمل حاجة اسمها نوموس اللي هي شرط، فالشرط دي احنا يعني عارفين إدارة الموسيقى، يعني أنا مش دارس موسيقى قوي يعني، بس اللي هي تفاطيف تطي اللي هي العلامات الموسيقية اللي بتكتب بيها الموسيقى النهاردة. فهو ابتدى يقول إن الشرطة دي في القرن مثلا الخامس أو القرن السادس، في القرن السابع بقت تتعمل بالشكل ده، القرن الثامن تبقى بالشكل ده، القرن التاسع تبقى بالشكل ده، في القرن الحديث أو في العصر الحديث بقت تتعمل بالشكل ده، فلما تلاقوا الشكل ده يبقى ده الصوت بتاعه. ومن هنا ابتدى يفك رموز الحان قديمة ما كانش حد يعرفه في الموسيقى البيزنطية. بعد ذلك طلب أعضاء المؤتمر عقد جلسات خاصة في منزل دكتور راغب بالهرم لدراسة الموسيقى القبطية لهدوء المكان، وقد تم بالفعل عقد 6 جلسات. وفي إحدى هذه الجلسات طلبوا منه إعادة بعض قطع القداس لقوة إعادة تلاوت يعني بعض قطع القداس لقوة تأثيرها وعزوبتها كصلاة المجمع والترحيم. وقد قرر أعضاء المؤتمر تسجيل بعض هذه الألحان على اسطوانات تصدرها شركة جرامافون كامباني. كما عقدت لأعضاء المؤتمر عدة جلسات في منزل المرحوم إبراهيم فهمي لدراسة الموسيقى القبطية. وقد استطاع أحد أعضاء هذا المؤتمر بيلا بارتوك أن يقوم بالعديد من الدراسات على الألحان القبطية وبخاصة لحن البهنسة. لحن البهنسة هنيجي يتكلم عليه وهنشوف المخطوط بتاعه. في 3 ألحان بينسبوا إلى الكنيسة القبطية إن دي ألحان قبطية. لحن البهنسة ولحن من القرن الخامس للسابع ولحن وجد في أحد المخطوطات في المكتبة الأهلية بباريس. الثلاث ألحان دول هنتعرض ليهم وهنسمع اللحن ده اللي هو احنا زي ما بنقول كده لحن البهنسة تقريبا القرن الثالث الميلادي. فازاي هنسمعه؟ يعني ازاي لحن قديم كده وازاي عرفنا الموسيقى بتاعته؟ لما نتكلم عن اللحن هنعرف وصلنا اللحن ازاي. في عام 1934 التقى بالعالم الألماني هانز هيكمان الذي قدم اقتراحات خاصة بالألحان القبطية. دي صورة تانية للدكتور راغب وهو قدامه المجلدات اللي عملها إرنست نيولاند سميث. في عام 1936 انتهى العمل بتسجيل معظم الألحان الكنسية على النوتة الموسيقية الصوتية. كلمة النوتة الموسيقية الصوتية الناس بتفهمها غلط، يقولوا أصل في ناس بتقول الموسيقى ما ينفعش تتداون. لا، هو ما يقصدش هنا النوتة الموسيقية الصوتية كده. هو يقصد النوتة الموسيقية الصوتية يعني مش متاخدة عن صوت آلة، هي متاخدة عن حنجرة بشرية. فاهمين أقصد إيه؟ يعني في موسيقى زي ما قلنا كده الموسيقى البيزنطية، هو النهاردة عنده النوتة مكتوبة، فخد النوتة اللي مكتوبة دي من القرن السادس وابتدى يقروها ويسجلوا بيها. الألحان القبطية مش كده، الألحان القبطية إحنا خدنا أصوات ما عندناش حاجة مكتوبة، خدنا الأصوات اللي موجودة ودوناها، حبينا الصوت ده نكتبه بحيث ان اللي يقرا اللي مكتوب يقدر يوصل لنفس الصوت اللي سجلنا منه. فعشان كده
قال النوطة موسيقية صوتية، ما يقصدش ان الموسيقى ما ينفعش تتدون، يعني الموسيقى تقلش غير بالصوت بس، لا، هو يقصد انها موسيقى مأخوذة عن حنجرة بشرية، اي اخذت عن صوت بشري مباشرة لا عن صوت آلة. في 16 مجلد انفق عليها دكتور راغب الف الجنيهات، كما انه قد اتم تسجيل القداسين الاغريغوري والباسيلي عدة مرات بيد مرتلي موهوب الصوت، تم اختيارهم بعناية شديدة من قبل دكتور راغب اللي معرفه بالخرس القديم، كانوا يتسلمون لحن عن أستاذهم الأول المعلم مخائيل حتى إذا ما أتقنوه قاموا بتسجيله تحت إشرافه. في عام 1940 قام بتكوين خوارس من طلبة الإكليركية بمهمشة، ومن شمامسة موهوب الصوت بالإضافة لخراسين أحدهما من طلبة الجامعات والثاني من طالبات الجامعات. يا دكتور راغب ابتدى يعمل خوارس نسائية، وده طبعا برضو في عصره كان صعب شوية، لكن هو ابتدى يجيب خوارس نسائية يحفظوا الألحان، وابتدى يجيب خوارس من الإكليركية لأن عندهم وقت أكتر إن هما يقعدوا ويحفظوا ويسافروا مع اسكندرية، يقعدوا فترات أطول يحفظهم الألحان ويسمعهم تحت إشرافه ويشوفوا بيقولوا إزاي. في عام 1945 أقام مركزا لتسليم الألحان للمعلمين والشمامسة في وسط القاهرة، وقد أسند التدريس فيه إلى المعلم مخائيل. وفي عام 1950 اقتصرت الدراسة فيها على كبار المعلمين فقط، كما أقام مركزا آخر بقرب من ميدان باب الحديد اللي هو ميدان رمسيس لكبار المعلمين. يبقى أنا دكتور راغب جاب المعلم مخائيل، وابتدى بعد كده يجيب كبار المعلمين في الكنائس يراجعوا ألحانهم من المعلم مخائيل. وهنلاقي في مشكلة حصلت، يعني دي حاجة احنا يعني لسوء الحظ، يعني القداس اللي كان بيتصلى بيها على طول هو القداس الكيرلوسي، يعني اكتر القداس كان بيتصلى هو القداس الكيرلوسي. فلما جم يسجلوا او يشتغلوا فقال لك طب القداس ده محفوظ هنهتم بيه ليه؟ نهتم بالحاجات اللي هتندثر، القداس الباسيلي والقداس الاغريغوري، فاهتموا بالقداسين دول خلاص، وفقدت الحان القداس الكيرلوسي. يعني كان الاهتمام القداس الكيرلوسي كان بيتصلى بيه اكتر، لكن زي النهارده مثلا حسين حاجه هتضيع فاقول لك الحاجه دي انت حافظها خلاص، ما الناس كلها بتقولها هتدونها، ما الناس حافظاها، اهتم بقى بالهايديا. فاهتموا بالهايديا اللي هو الباسيلي والاغريغوري، فانتشروا لان تسجيلاتهم بقت موجوده، والقداس الكيرلوسي الحان القبطيه فقدت، اما العربي فكان كل واحد بيرتجل، يعني الالحان مش كلها موجوده معانا بتاع القداس الكيرلوسي، اضطرينا ان احنا نقول كده زي ما مثلا في اجزاء مشتركه اللحن بتاعها في الباسيلي زي الاغريغوري، فاحنا هنعمل كده هناخد من الغريغوري ونقولها في الكيرلوسي عشان نقدر نقول القداس بشكل مستديم، يعني او ما يبقاش فيه انه ما يطلعش من جزء، لان القداس الكيرلوسي موجه لاقنوم الاب، القداس الغريغوري موجه لاقنوم الاب، فمش مفضل ان انت تيجي تخرج بتكلم اقنوم او قداس موجه لاقنوم تخرج منه تستخدم قداس موجه لاقنوم تاني. وقد كان المعلم مخائيل يبذل فيها عصارة قلبه، وقد تسلم في هذين المركزين عشرات من كبار المعلمين، وكان من يحضر منهم حصة الألحان يتقاضى 20 قرش، يعني كمان كان دكتور راغب بيصرف عشان يشجع الناس تحفظ الألحان ان يديهم كمان فلوس. طبعا انتوا عارفين 20 قرش، يعني لو تفتكروا أغنية فيروز معانا ريال معانا ريال، يعني كانوا بيبقوا مزقططين يجيبوا ايه عربية ولا ولا ولا، فكانت يعني الحالة معاهم كويسة. مكافأة بدل انتقال، مما جعل العمل يعود بفائدة كبيرة على تثبيت الألحان لدى هؤلاء المعلمين وتوحيدها بقدر المستطاع وانتشارها في الخدمات الطقسية في الكنيسة والمعاهد المتخصصة. في عام 1954 قامت نخبة من كبار المهتمين بالقبطيات بالاشتراك مع دكتور راجب في إلقاء مجموعة محاضرات في موضوعات قبطية متعددة بالقاعة اليوسابية بالأمبرويز بالقاهرة، وكان ذلك تمهيدا لتأسيس معهد الدراسات القبطية عام 1955، والذي اشترك في تأسيسه دكتور راغب مفتاح دكتور عزيز سوريال. طبعا دكتور عزيز سوريال عامل موسوعة كبيرة عن اللغة القبطية، في نسخة منها هنا في المكتبة. الموسوعة دي لما نشرت يعني كانت حاجة عظيمة، لأن نتكلم في الفن والتاريخ الموسيقى القبطية، وفي مقالات لدكتور راغب مفتاح ودكتورة ماريان روبرتسون ودكتورة مارجت توت موجودين. الناس دول اللي اشتركوا مع دكتور راغب في الالحان، يعني عملوا دراسات عليها وجم، يعني في ناس عملت دراسات على الالحان هم قاعدين بره في المانيا في فرنسا، لكن دول جم مصر واشرفوا كمان على رسائل ناس كانت بتعمل
حاجات في الدراسات القبطية أو في الموسيقى القبطية يعني أشرفوا عليه، فلما يقولوا رأي أو يقولوا حاجة يبقى ليهم رأي مسموع، غير اللي قاعد بره سمع لحن وهو مثلا واخد ودنه على الموسيقى الغربية أو اللي بتقال في كنيسته فحب يطبق عليه. كمثال مثلا احنا في الموسيقى القبطية أو الألحان القبطية مفيش حاجة بتربطنا الطبقة اللي ابتدي بيها، ومفيش حاجة تربطني بالزمن. الألحان في الكنائس الغربية محددة بنوتة موسيقية محددة وبزمن محدد وبطبقة معينة. الكنيسة اليونانية عندهم اللحن اللي يقول النهاردة الألحان هتوصلها باللحن التاني أو اللحن التامن أو اللحن السابع، فهم يبتدوا بتون معين. ساعات يجيبوا الشوكه الرنانه ياخد منها التون تجيني سيسف توكوزمو، فياخد التون ويبتدي بيه اللحن حسب اليوم. احنا ما عندناش كده، احنا ابونا على الطبقه على الطبقه، ابونا نزلت الطبقه نزلت الطبقه، ابونا مستعجل سرع نسرع، ابونا بطأ نبطأ. يعني في ناس تيجي تقول ايه امين الليل ويا دوك سابتريك ايو كي ابيو بنيرماتي كين كايك، حسب ابونا ايه. احنا مستنيين ابونا يرش المايه ويرجع، ابونا اتاخر لو مطولين شويه، فما فيش حاجه بتربطنا بزمن معين. يا رب ارحم مثلا كل ده، يا رب ارحم. هتقعد تعتني بالدراسات القبطيه. وقد تولى دكتور راغب رئاسة قسم الموسيقى والألحان بمعهد الدراسات القبطية، ونقل إليه الاستوديو الذي كان قد بدأ إنشاؤه في منزله عام 1928، ثم نقله إلى بيت السيدات العلوي بكنيسة قصرية الريحان بمصر القديمة بعد أن استكمل تجهيزاته، ثم بدأ بتسجيل الألحان بمساعدة المعلم مخائيل ونشرها بعد ذلك بأصوات موهوبة على أشرطة بلغ عدد الذي أنجز منها 45 شريط تقريبا حتى عام 1995 ميلادية، وكان آخرها حتى هذا العام هو طقس شهر كيا في سنة 1995. في 26 فبراير 1962 اجتمعت لجنة قسم الموسيقى والألحان القبطية والمشكلة من الأساتذة فلان وفلان وفلان، وقدموا تقريرا يقع في ثلاث صفحات تحت أربعة عناوين. هي ابتدى الناس تقيم نفسها في معهد الدراسات، وده يعني يا ريت يتعمل في كل كنيسه. بص الاسئله، هم قيموا نفسهم ازاي؟ رساله قسم الموسيقى والالحان، ايه رسالتي في الموسيقى والالحان؟ انا عايز اعمل ايه في الموسيقى والالحان في الكنيسه؟ ما انتجه قسم الموسيقى والالحان بالفعل؟ القسم طلع ايه؟ اعمال اخرى لقسم الموسيقى والالحان، بعض نفقات قسم الموسيقى والالحان. يعني هم كده قعدوا يقيموا نفسهم، احنا عملنا ايه؟ ايه اهداف القسم؟ عايزين نوصل لايه؟ فكان من ضمن الاهداف قيموا نفسهم بصراحه مع نفسهم. يعني بالنسبه لانتاج القسم ده على تقرير الامانه والدقه العلميه انه انتاج بطيء، يعني احنا مش ماشيين بسرعه، المفروض نمشي بسرعه اكتر من كده، لكن عشان الدقه اهو ماشيين بطيء. جاء بعد عمل طويل وصبر كثير الا انه جاء عملا فنيا رائعا. اعمال اخرى امام القسم مشوار طويل لحققه، وهي بصوا بقى الاهداف: تسجيل الالحان بالنوتة الموسيقيه. طب ما الناس سجلها، لكن كانوا عايزين يسجلوها بشكل تاني. وفي حد يعني من المقربين قال حاجة، قال ان دكتور الحفني، وده كان طبعا مشهور في مصر في الاوبرا، رحيت للمجلدات بتاعت جلاد سميث فسأل سؤال واحد: اللي كتبها مصري قبطي؟ فتقال له لا، فقال اقفلوا عليها وحطوها في الدرج، طالما مش قبطي او مش عايش الكنيسة او مش عايش كده مش هيعرف يحس بيها ويدونها صح. وفعلا يعني الناس اللي اشتغلوا مثلا زي الباشمهندس جورج كرولوس وزي دكتور حسام اديب اللي هم ليهم في الموسيقى، رايهم نفس الراي ان التدوينات دي ما يعني مش بتعبر عن الالحان القبطيه، هي حاجه موسيقيه. حتى ان الالحان اللي سجلها ان سميث وسجل شويه الحان، لما نسمع اللحن ونسمع اللي هو سجله نلاقي بعيد خالص عن اللحن اللي احنا بنقوله في الكنيسه. طبع الحان المناسبات المختلفة التابعة للقداس بالنوتة الموسيقية، طبع التسبيحة السنوية والكهكية ومختلف التسبيحة بالنوتة الموسيقية، أن يقوم القسم بمهمة اختيار أصحاب الأصوات الموهوبة من الكهنة المرتلين الشمامسة. وأنا لقيت ورقة بخط دكتور راجب مفتاح، كان بيعمل إيه؟ يجي له ناس يتقدموا، فيكتب قدام كده يكتب اسم الشخص وكم أساسهم خرس أول وخرس ثاني وخرس ثالث، ويكتب صوته قوي،
صوته ضعيف، يعني كان بيقسم الناس يسمع ويحددوا عشان يعرف يحط مكانه فين. فدي ما بيحصلش النهارده. النهارده عندنا قرار اللي موجودين خير وبركه ونسجل بيهم. حتى فيما بعد لما ابتدينا نسجل بعد في اخر حياه دكتور رجب مفتاح، وكان المشرف على التسجيلات قدس ابونا متياس نصر، كان بيسمع الاصوات وكانت عنده اذن موسيقيه قويه جدا ان يعرف يقول فلان يقف فين. يعني انا افتكر في واحد هو دلوقتي عايش في امريكا هنا، صوته كان اقوى مننا بمراحل، فابونا كان بيحطه في النص ورا عشان يعمل بطانه للحن، يعني يبقى هو صوته لو اتحط قدام او في الصفوف الاولانيه او في الوسط صوته هيبقى واضح وقوي، لكن صوته من ورا على ما يطلع قدام عند المايكات هيكون ابتدى حده صوته تقل فتتوزع على اللي موجودين في الخورس. فدي مش اي حد يعرف يعملها، لازم يكون واحد وحافظ الحان وودنه موسيقيه وسمع عشان يقدر يدي. فمش كل واحد عمل دراسه في الالحان وهو ما سمعهاش اخد الدراسه بتاعته اقول اصل ده عالم، اصل ده عمل دكتوراه، لا الكلام مش كده. احنا بنقول ان في ناس، يعني في واحده عامله رساله بتقول ايه؟ المعلم ميخائيل سجل اللحن ده في 20 دقيقه، المعلم فرج سجله في 22 دقيقه، المعلم مثلا توفيق سجله في 23 دقيقه. هو دي دراسه؟ ما انت ما حدش قال لك ان الالحان عندنا مش مقيده بزمن، ما فيش حاجه الزمتنا بزمن معين ان خلاص في قد ايه. ترجمة ما بدأ القسم في سائر الألحان القدسات على أشرطة، ثم ترجمة نصوص هذه الألحان إلى اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والأسبانية. شوفوا فكرة دكتور رغب كان عايز يعمل إيه؟ عايز يترجم الحاجات دي. دلوقتي هي مترجمة، يعني اللي جم هنا للمهجر ابتدوا يترجموا، وابتدى يبقى في لجنة لتوحيد الألحان مثلا باللغة الإنجليزية إن هم يتفقوا إيه القواعد اللي يوحدوا عليها. يعني الكلمات لما بتيجي تترجم اللغة للغة بقى في حاجات أقصر وفي حاجات أطول، طب نعمل فيها إيه؟ فبتتشكل لجنه وبيشرف عليها اباء اساقفه عشان تطلع الحاجه مظبوطه، كلنا نصلي بصوت واحد، بروح الكنيسه دي والكنيسه دي نلاقي ان احنا زي بعضين. هذا ملخص تقرير اثبتته اللجنه والتي انتهى بأملها في شراء اجهزه جديده للتسجيل مع صيانتها على ايدي مهندسين متخصصين. اللي في الصوره دي هي مدام دكتور راغب مفتاح. في عام 1963 عن عمر يناهز 70 تزوج دكتور راغب مفتاح من السيده ميري جبرائيل رزق زواجا بتوليا. يعني ايه زواجا بتوليا؟ هو كان عايز يعيش بتول، مش عايز الزواج اللي هو ينتج عنه ذريه او العلاقه الزوجيه. فشاف حد يعينه على الحياه وهو نفسه برضه عايز يعيش بتولي، والاثنين يساعدوا بعض على الحياه. ففعلا ده اللي حصل. وفي عام 1966 اشترك مع العالمه المجاريه ايلونا بورساي في اعداد مقالتين عن الموسيقى القبطيه، كما انه القى ثلاث محاضرات عن الموسيقى القبطيه الكنسيه. في عام 1970 احنا بنكمل بقى الشغل بتاع نيون سميث، وجه الدعوه العالمه المجاريه مارجت توب للتعاون معه في استكمال زخارف وحليات القداس الباسيل التي كان الاستاذ نيون سميث قد اعد مرداته. يبقى احنا قلنا في الاول ان نيون سميث دون اللحن الاساسي فقط دون ما يتعرض للزخارف. هي جت تعمل ايه بقى؟ تسمع اللي تسجله دكتور راغب بصوت الخورس خلاص، وتبتدي تضيف الزخارف، يعني تطلع على تدوينات نيون سميث وتسمع الشرايط. وفي صوره هنشوفها تانية ان دكتور راغب مفتاح حاطط سماعه في ودنه بيسمع اللحن وبيشرح لها، يعني بيوضح لها، لان برضه هي كواحده مش مصريه، واحده غربيه، فمش تبقى بالدقه. لكن كل اللي شافوا القداس الباسيل اللي اصدرته مكتبه الجامعه الامريكيه قالوا انها دقيقه جدا في تدوينها. لكن للاسف الشديد الكتاب ده كاني بعمل ايه؟ أنا معايا صوت مترجمه لتدوين، التدوين ده بتاع الصوت ده ما ينفعش أغير فيه حاجة. يعني الزخارف اللي موجودة هنا بتاعة الأشخاص اللي سجلوا في الشرايط دي. لكن مش نوتة زي اللي بتتعمل إن الكل يقدر يقراها. يعني أي حد لو حد بيدون نوتة بتروح الكنايس، ده ممكن يقرأ منها وده يقرأ منها وده يقرأ منها. النوتة اللي عملتها مارجت توت وأصدرتها مكتبة الجامعة الأمريكية مش كده. هي زي تدوين دقيق جدا جدا للهزات بتاعت المعلمين، سواء مع المعلم خيل كان بيقول لوحده او الخرص اللي بيسجل الالحان. عشان كده الكتاب حلو قوي، لكن ما ينفعش يستخدم ان احنا ناخده كده نصلي بيه في القداس. بيحتاج عمل نوته ثانيه نقدر ان احنا نصلي بيها في القداسات.
تحليات القداس الوسيله اللي كان استاذ يونس مسقط عدى مرضاته وجزء من بدايه كل قطعه خاصه بالكاهن، واستمر العمل حتى تم القداس الوسيله بكل الحان بالنوطه الموسيقيه الصوتيه شاملا النص باللغات الثلاثه القبطيه الانجليزيه العربيه، والذي قامت الجامعه الامريكيه بمصر بطبعه ونشره. وفي عام 1972 اشترك في اعداد مقاله عن الموسيقى القبطيه وجذورها المصريه القديمه مع جون جيلسبي رئيس قسم الموسيقى بجامعه كاليفورنيا، كما اشترك مع احد اعلام الموسيقى اليابانيه بجامعات اليابان في اعداد مقالتين عن الموسيقى القبطيه، وايضا اشترك مع اخرين في اعداد المقاله الخاصه بالموسيقى القبطيه الكنسيه بالموسوعه القبطيه التي اصدرها المرحوم عزيز سوريال. ودي المقالات اللي بيقول انها موجوده في الموسوعه هنا، هي تقريبا موسوعه 8 اجزاء فيهم جزء منه جزء كبير يعني مجلد، جزء كبير منه بيتكلم عن الموسيقى القبطيه، وفي صوره للدف اللي كان موجود في المتحف القبطي والمصفقات اللي هي كانت عباره عن خشبه كده وفي اخرها سنجين صغيرين كان بيتسقف بيهم من ضمن المصفقات اللي كانت بتستخدم في فتره ما، وصوره للمعلم ميخائيل وهو قاعد بيأدي الالحان لما لقوا المصري القديم على المعابد لقوه كان بياخد نفس الحركات، والمعلم ميخائيل طبعا كان كفيف يعني ما شافوش، لكن واضح كده ان من الاحساس الاداء زي ما انت تكون بتقول لحن مثلا ويستهويك فتبتدي تخبط بايدك، يعني لما تلاقي حد سامع لحن حلو ويبتدي يقول معاه فغصبا عنه يخبط بايده على رجله او يخبط على الترابيزه او حاجه، فده غصبا عنك بتحس وتعبر بجسمك بشكل ما بشكل وقور، لان قلنا ان التعبيرات تختلف، في تعبيرات غير وقوره وفي تعبيرات وقوره، فهما كان التعبير القبطي او المصري القديم كان التعبير وقور. في عام 1983 اشترك في حفل موسيقي خاص بالموسيقى البيزنطيه بدعم من مطران دميانوس بديرتور سيناء، والتقى ببعض اعلام الموسيقى هناك. 1984 قام قداسه البابا شنوده بصفته الرئيس الاعلى لمجلس اداره معهد الدراسات القبطيه بالقاهره بمنح درجه الدكتوراه الفخريه للاستاذ راغب مفتاح تقديرا لمجهوداته الصادقه في الحفاظ على تراث الالحان القبطيه. وقد استمر الدكتور راغب في مواصله عمله الجاد في تسجيل الالحان حتى عام 1988 عندما انتهى من تسجيلات تشمل طقس الاكليل، صوم الاربعين المقدس، سبت الفرح، صوم السيده العذراء، صوم الرسل، وما بيكانش يسجل الطقس بس، يعني في اسبوع الالام خلى نيافه الانبا غريغوريوس يقول عظه صغيره عن طقس اسبوع الالام، عظه قويه جدا. يعني من ضمن الحاجات اللي بيقولها فيها ان عندما يخلط الكاهن الدم بالماء فهو تذكيرا للمؤمنين ان مسيحهم اذ كان قد ذاق الموت بالجسد فهو حي بلاهوته لا يموت. طبعا انبا غريغوريوس يعني كان قوي جدا في اللاهوت، فسجل حته صغيره يمكن ثلث ساعه لكنها كانت قويه جدا. وكان عادة بيقول دكتور رجب مقدمة عن الطقس باللغة العربية واللغة الإنجليزية في مقدمة كل طقس هو بيصدره، يعني معظم الطقوس عمل فيها كده. وقد استقبله قداسة البابا شنودة بالمقر البابوي بالقاهرة في شهر نوفمبر 1988، حيث تناقش قداسة توغو مع دكتور رجب في كيفية الحفاظ على الألحان القبطية من التحريف والتجويد، كما قام دكتور رجب بتسليم قداسته نسخة من التسجيلات التي قام بها. في عام 1989 قبل ما اكمل، شايفين الصوره دي؟ الدكتور راغب واقف، الدكتور راغب تقريبا هنا كان معدي 90 سنه، تمام؟ فساعتها اقول بدل ما تقعد تتكلم الشمامسه وتقول لهم حبيبي لازم تقف في القداس لازم كده، ممكن تشاور على حد يعني ظروفه انه واقف على عكاز لانه كبير في السن لكن مش عايز يقعد في القداس واقف، خد صوره وريها له. واحد زي الدكتور راغب ده لما يجي شماس ولا حد يقعد مش محتاج ان انت تقول له، قول له واحد عنده 90 سنه كان واقف في القداس انت تقعد. احنا بقولش طبعا احنا يعني، بس اقصد ان في حاجات ممكن تبقى عظه عمليه توريها له فيبتدي يعني يتكسف من نفسه ويعمل بيه بقدر الامكان. طبعا احنا بنحاول نعلم بالصور بدون ما نسيء لحد او نزعل حد، يعني في ناس بتقعد مثلا الجمعة العظيمة بيبقى القداس طويل فصعب ان واحد يفضل واقف كل ده، لكن دكتور راغب الحقيقة لاخر فترة في حياته كان بيبذل مجهود. انا فاكر ان معلم فرج عبد المسيح بعد ما سلم الخرس في استراليا ورجع، فكنت زرته في البيت بقول له يا معلم اخبارك ايه؟ قال لي انا تعبان وخلاص يعني سبت الاكليريكية
مش قادر ان انا اسلم، مبقاش عندي مجهود لكده. بعد شهرين سمعت المعلم فرج راح يدرس في الاكليريكيه، فلما رحت له البيت مره تانية قلت له ايه الاخبار، صحتك اتحسنت ولا ايه؟ قال لي لا انا زي ما انا. قلت له من رحت ليه؟ قال اصل دكتور راغب جالي البيت هنا وقال لي انا عايزك ترجع تدرس الخورس. فراجل معدي 95 سنه جاي لي يقول لي انا عايزك تدرس، اقول له ايه؟ اقول له انا تعبان، امال هو ايه؟ فاهمين ناس زي كده كانت بتعمل ايه؟ دكتور راغب لغايه ما كان راقد على المستشفى قبل وفاته كان الكلمه الوحيده التراث، الالحان، حافظوا على الحان الكنيسه، الالحان عايزه تبقى متاحه للكل. لاخر لحظه من حياته بيدافع عن الغرض اللي جابه ربنا الدنيا هنا من اجله. في زيارة عام 1989 وجهت إذاعة برلين دعوة للدكتور راغب مع خورس معهد الدراسات لزيارة ألمانيا لعدة أسابيع لتقديم الألحان القبطية وتسجيل بعض قطع منها. وفي صيف هذا العام سافر الدكتور راغب مع طلبة خورس معهد الدراسات القبطية لألمانيا لتقديم مجموعة متكاملة من الألحان القبطية على مدى ساعتين بناء على رغبة إحدى المعاهد الموسيقية الشهيرة ببرلين. فبعد رحلة طويلة بالأتوبيس استغرقت حوالي 7 ساعات من مدينة فرانكفورت إلى برلين، طلب الدكتور راغب ايقاف الاتوبيس في احدى الاستراحات على الطريق لشراء بعض احتياجات الطلبه على رفقاته الخاصه. وعند وصوله لبرلين في ساعه متاخره من الليل استراح قليلا، ثم قام كعادته وهو في سن يتعدى 90 عاما مبكرا، واطمأن على ان الطلبه قد امضوا ليله هادئه سائلا كل منهم على حده، ثم توجه بهم الى قاعه اللقاء لتاديه الالحان متابعا اياهم حتى يكون ادائهم سليما. وقد اهتم المختصون الالمان بهذه الالحان وابدوا اعجابهم بها. وحصل هنا ان هم وهم راجعين اصطدم بهم شاحنه على الطريق وادت الى تحطيم العرب التي كانوا يستقلونها بالكامل، لكنهم خرجوا جميعا سالمين لان رساله الدكتور راغب لم يكن قد شاء الله لها ان تنتهي بعد. في عام 1995 قام الدكتور راغب باهداء مجموعه تسجيلات صوتيه موثق بها جميع الالحان القبطيه لمكتبه الكونجرس الامريكيه ليتم حفظها كتراث هام من مجموعه التراث الموسيقي لهذه المكتبه العريقه. وقد كرمه قداسة البابا شنودة الثالث بهذه المناسبة، كما أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل تكريم له. أما مكتبة الكونجرس الأمريكية فقد أقامت حفل تكريم لها بمناسبة تخصيص ركن خاص بالمكتبة للموسيقى والألحان القبطية، أقامه المدير العام للمكتبة مستر جيمس. وقد استغرق الحفل 2.5 ساعات وأعرب خلاله مستر جيمس عن أن المجموعة الموسيقية القبطية الكنسية التي أهداها دكتور راغب للمكتبة هي من أهم وأعرق المجموعات التي تضمها جنبات المكتبة عن الموسيقى القديمة. وقد تم إرسال نسخة من هذه المجموعة إلى متحف سميثسونيون التي يحتوي على أهم ما تضمه مختلف العلوم وبما أيضا كل ما تم اكتشافه من عالم الفضاء. يعني شوفوا ما خدوش الموسيقى القبطية حطوها في أي مكان، ده حطوها في مكان عالي ما تم اكتشافه من عالم الفضاء، اتحط جنبه ألحان الموسيقى القبطية. مش انا بحاول اختصر عشان الوقت يعني بقدر الامكان. ومن اجل ان يستفيد ابناء الكنيسه القبطيه بهذا التراث القبطي العظيم وبالاخص خريج الكليه الكليريكيه، صدر قرار بابوي في اكتوبر 1996 بتدريس النوطه الموسيقيه لضبط الالحان بالكليه الكليريكيه. يعني كان من ضمن حاجات احلام دكتور راغب صدر القرار ليها ان الالحان غير انها تتحفظ كمان تتكتب تتداوم بالنوته وتبتدي انها تتدرس. لكن للاسف برضو لحد النهارده ما تمش عمل لجنه كامله يقعدوا مثلا اللي مشهورين في الالحان او اللي حافظين الالحان مع بعض ويتفقوا على طريقه واحده للتوحيد. ان انا الاشارات، لان زي ما حضرتك قلت ان في ربع تون في الموسيقى القبطيه، ففي واحد بيسمع يقول الحته دي فيها ربع تون الحته دي ما فيهاش، فواحد يداوم بالربع تون وواحد يداوم من غير ربع تون، ففي اختلاف بين الموسيقيين او الناس اللي شغالين في الالحان. النقطه الثانيه ان في ناس فاهمه موسيقى لكن ما تعرفش الحان مش حافظها. انا عايز واحد حافظ الحان بيحضر طقس في الكنيسه هو ده اللي يدون الالحان. عندي بقى كام واحد؟ عندنا كتير، يعني انا اتمنى ان هم يجتمعوا مع بعض. عندنا دكتوره نبيله عريان عامله رساله دكتوراه في جامعه حلوان. عندنا دكتوره سلوى عزيز الشوان عامله رساله دكتوراه في جامعه كولومبيا في امريكا. عندنا دكتور حسام أديب بيدي في المؤتمرات. عندنا دكتور جورج بشرة كان بيدرس الأوبرا اسكندرية. عندنا باشمهندس جورج كرولوس. أتمنى إن دول لو اجتمعوا مع بعض
وابتدوا يتفقوا على طريقه واحده للتدوين يمسكوا لحن لحن، هنطلع بنوتة موسيقيه متفق عليها من الكنائس كلها، ويبقى كده حفظنا على الالحان. دكتور راغب سجلها ودونها بشكل ما، واحنا النهارده بندونها عشان تبقى اي حد يقدر ان هو طالما فاهم موسيقى يقدر يقراها بالنوتة الموسيقيه. في عام 1996 ل 1998 قام خرس معهد الدراسات وتحت اشراف دكتور راغب بالسفر الى المانيا وفرنسا بناء على دعوه من وزاره الثقافه ببرلين، وتحت اشراف دكتور صادق اشرف صادق عالم المصريات بجامعه باريس وجامعه بفرنسا. في عام 1998 ادي شكل الكتاب اللي اصدرته مكتبه الجامعه الامريكيه اللي بيحوي اللي عملته بقى مارك توت على تدوينات يونس سميث بعد ما اضافت الزخارف، خلصوا القداس الباسيلي وده شكل القداس ال 12، وبرده اعتقد ممكن نلاقي نسخه منه هنا اهو موجوده في المكتبه. قام قسم النشر بالجامعه الامريكيه بنشر اول كتاب يحوي التدوينات الموسيقيه الكامله لالحان القداس الباسيلي كاول تسجيل علمي للالحان القبطيه. طبعا الكتاب 550 صفحه. تم توقيع عقد اتفاق بين الكنيسه القبطيه ممثله في شخص قداسه البابا ومكتبه الجامعه الامريكيه. وقد قام خرس الالحان بالمعهد باداء بعض الالحان بالقاعه الشرقيه بالجامعه في حفل تكريم اقامته الجامعه الامريكيه للدكتور راغب في 17 ديسمبر 1998 بمناسبه العيد المئوي لميلاده. حضره المهتمين بالموسيقى القبطيه ورجال الاعلام والصحافه كحدث تاريخي يذكر بكل فخر لتراث الكنيسه القبطيه. وزي ما احنا شايفين قداسه البابا ودكتور راغب واقف جنبه اللي عدى 90 سنه او 95 سنه كان ساعتها. وكانت حفله قويه جدا، وانا بالنسبه لي كان كشخص يعني دي بدايه معرفه الدكتور راغب مفتاح اللي خلاني ابحث عن تاريخه وادور هذا الانسان عمل ايه، كان من خلال كلمه قداسه البابا عنه في المحاضره دي. انا كنت قاعد في اخر صف فوق وسمعت قداسه البابا، فقلت مين الشخص ده اللي بابا بيقول انه باع املاكه وعمل وسوى، فابتديت ارجع للكتب والمراجع وتاريخ الراجل ده عمل ايه؟ واجيب له صور قديمه واتتبع المشوار بتاعه عشان اعرف قد ايه تعب عشان يحافظ لنا على الالحان القبطيه دي ويسجلها. في 21/12/98 تحت رعايه قداسه البابا اقيم حفل في القاعه اليوسفيه بالانبر ويز من القاهره تكريما له بمناسبه بلوغه المئة عام من عمره. وقد حضر الحفل عدد كبير من الاباء المطارن والاساقفه ودكتوره مارجت توت ومارتا روي ومدير الجامعه الامريكيه وكثير من تلاميذه ومحبين له. وفي 13/1/2000 قامت جمعيه محبي التراث القبطي بتكريم خمسه من المهتمين بالموسيقى القبطيه في قاعه ايوارتس بالجامعه الامريكيه كان هو على راسهم. ومن الجدير بالذكر انه قام باعمال عظيمه الموسيقى والالحان القبطيه يذكرها له التاريخ. فقد قام اولا، ده ملخص لعمل دكتور راجل مفتاح يعني، جمع الالحان ثم قام بتنقيتها من الزيادات التي اضافها اليها بعض المرتلين بنوع من التجويد، ثم قام ببحث عن المرتلين موهوب الصوت وكون منهم خورس وبدا يسجل لهم الالحان تحت اشراف معلمين متميزين منهم المعلم ميخائيل والمعلم فرج عبد المسيح والمعلم توفيق والمعلم صادق عطله والمعلم ناجي موسى، حتى بلغ ما تم تسجيله بقسم الموسيقى بمعهد الدراسات القبطيه حتى الان ما يقرب من 60 شريط كاسيت، ويبلغ ما انفقه دكتور راغب من جيبه الخاص على تسجيل هذه الالحان وتدوينها اكثر مما يعادل 150 فدانا من اجود الاراضي الزراعيه، ولولاه لتعددت طرق الالحان في الكنائس ولضاعت كثير منها، كما انه كتب العديد من المقالات التي كان لها صداها داخل وخارج مصر. وقد ترك عالمنا الارضي ليسمع الالحان الشجيه في العالم السماوي بعد مساء يوم السبت الموافق 16/6/2001 بمستشفى فيكتوريا بالاسكندريه. وقد أقيمت الصلاة على جسده الطاهر في الساعة الرابعة من يوم الاثنين الموافق 18/6/2001 برئاسة قداسة البابا شنودة الثالث وأكثر من 30 أسقف والعديد من الكهنة المعلمين والمرتلين من تلاميذه ومحبيه وعلى رأسهم القمص متياس نصر والمعلم إبراهيم عياد. نسأل الله أن ينيح نفسه الطاهر في فردوس النعيم وينفعنا بصلاته. ودي صورة للخورس لأن المدفن اللي دفن فيه دكتور راجل كان فيه مشكلة، فعمل مدفن جديد ونقل الجثمان، فراح خرس الإكريكية تحت إشراف المعلم إبراهيم عياد وحملوا الجثمان بتاعه ونقلوه للمدفن بتاعه. هنسمع بس الوقت كده يا ابونا. طيب هنسمع لحن أو لحنين
وناخد بريك زي امبارح ونبتدي نكمل. أشرب حاجة عالية. طيب أحاول أخلي حاجة تاني يكون صوت أعلى شوية. Thank you.
حاولت اتفرجت على شويه صور لدكتور راغب يعني حياته اللي احنا اتكلمنا عنها وسمعنا الفرص بتاعه. ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم بقى المعلم ميخائيل عشان يبقى رابطين الاحداث، يعني نحاول ان احنا نربط الاحداث بعضها. في حاجات هنسمعها، في حاجات هنتفرج عليها، في حاجات هنقولها، فيبقى يعني محدش يحس بالملل. في اي اسئله؟ اوكي. طيب.